شو رأيكم بهالجاكيت الجوتشي، أشتري ولا لا؟ شو والله عجبني، 1150، والله مو غالي، سعره حلو، يعني راتب موظف حلو والله، العلامة مالتي حلوة، هذا هو. ولا اشتر هذا الأسود ولا هذا البيجي، سان أكثر واحدة هاي عجبتني، قعدت عليها حلوة، أخذت أنا راجبني والله. بس المشكلة خلاص الصيف، خلاص الشتاء جانا الصيف، شو تقول على اشتري ولا لا؟ ها والله شوف هاي هي بعدها بدون شكل حتى ما ها تراك سودات عندي كثير تراك سودات، هذا عجبني والله، أكثر واحدة عجبتني هون هاي العلامة، هذا صار قديم من جلد طبيعي مباين، هذا حلو بس أنا ما أحب الياخة، ما أحب الرسميات، هذا حلو عجبني، هذا حلو عجبني، بس ما أعرف ظليت حاير بين هذا وبين هذا، وجانا الصيف ما أعرف أشتري هذا ولا لا، على كل حال خلينا نشوف الصور شلون تطلع عليه.